مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، لازلنا معكم ضمن ليالي آسيا، وضيفنا اليوم هو شيخ طلال الفهد. إذا قلنا الرجل القوي في الرياضة الكويتية، طبعا بعد الشيخ أحمد الفهد. إذا الخلافات الموجودة في الكويت، ولا تقول لي بأنها غير موجودة، تؤثر على الرياضة في الكويت مثل ما هي أيضا في دول عربية أخرى؟ طبعا الاستقرار، أنا ما نتكلم عن الخلافات، أنا بقول لك أي استقرار سيفيد الرياضة بالطبيعي، أي استقرار إداري وفني مفيد للرياضة بشكل عام. فبالتالي أسأل الله إن شاء الله أن يكون هناك استقرار إداري في الكويت حتى نستطيع أن نخدم ونحقق أهداف الرياضة بشكل عام وكرة القدم إن شاء الله بشكل خاص. إذن لماذا في الكويت نتحدث عن التكتل، نتحدث عن الانتقالية، نتحدث أن الناس مع الناس ضد، لكن هؤلاء الذين يوجدون في المعارضة هل يخدمون، هل نقمة على الرياضة في الكويت؟ لا، من الطبيعي كل ما في واحد أكو شيء اسمه نقمة، أكيد من الطبيعي كل واحد له إيجابياته ولا سلبياته. نعم. يبقى عاد أنت شنو إيجابياتك، هل هي أكثر من السلبيات أو العكس؟ أنت تستطيع أن تتقبل رأي الآخر عشان تصلح سلبياتك وتعزز إيجابياتك، هذا أمر يرجع للشخص البني آدم نفسه. لكن أنتم ما يعرف، ممكن تؤكد لنا أو تنفي، أن تنفردون بقراراتكم دكتاتور رياضية، دكتاتور لا تستمعون ثم تأخذون رأي آخر. أخذ رأي يعني دكتاتور بعد شنو يعني؟ أنت بتهديها إيش حقه يعني؟ يقول ليس دكتاتور يعني ترى بأنك رأيك هو الأنسب، هذا ليس دكتاتور يعني في صالح الكرة الكويتية. يعني مثلا بسؤال بطريقة أخرى ربما شيخ، يعني لماذا في الخليج مثلا في الكويت الذي يحكم يجب أن يكون من العائلة أن يسير الرياضة، ممكن نفتح مجال لناس آخرين لديهم مواهب درسوا قد يكون الخارج. ذلك قد لماذا يكون دائما العائلة هي التي تحكم؟ لا أنا أعلم قد يكون ذلك في غير الكويت، مع احترامي في الكويت مش موجودة، إحنا انتخابات. نعم. إحنا هناك صندوق. نعم. من يأخذ أكثر داخله زي انتخابات معروفة في العالم العربي كله، يعني نقول في انتخابات في كل دول العربية، في الجزائر، في مصر، في تونس. أنت تابعت البرلمان الكويتي مع الحكومة؟ بعض. تعتقد شكلنا مثل الباجي؟ لا، لكن اعطينا الصوره. اذا نفس العمليه، يعني نفس العمليه تترتب نفس العمليه. لا شوف انا علمك، هي بالاخير هو قرار. نعم. انا لا املك القرار. نعم. خليني اكون واضح وصريح، انا لا املك القرار. من يملك القرار؟ مجلس اداره اتحاد الكويت لكره القدم. نعم. من يملك قرارهم؟ الجمعيه العامه، الجمعيه العموميه للاتحاد الكويت لكره القدم. عشان اعلمك، من لا يريدني على في أي مركز رياضي في أسهل طريقة لخروجي. نعم. هناك صندوق، طلعني من هالصندوق. لكن ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بثقة هالناس قاعد أتي. وللعلم هذه المعلومة يمكن ما حد يعرفها إلا 10 أشخاص في الكويت. ما هي؟ أن لم أكن أرقب في ترأس اتحاد الكويت لكرة القدم، أجبرتها ورفضت وأصريت، لكن لمكانة هؤلاء الأشخاص، لا حقيقة أنا قاعد أكلمك بصراحة، لمكانة هؤلاء الأشخاص وافقت. ويمكن صرحت من قبل أن أنا لن أستمر في الاتحاد الكويتي، هي مهمة لأن أريد أن أرجع إلى نادي القادسية. مجالي أوسع في نادي القادسية وأفضل لي في البناء أكثر من الاتحاد الكويتي. الاتحاد الكويتي فيه قوانين وكذا يعني تخليك مكبل بشكل كبير، ما عندك مجال واسع للإبداع مثل نادي. النادي المجال واسع للإبداع والألعاب كثيرة، تستطيع أن إذا قفلت وياك هني تروح تبدع هناك بلعبة ثانية لعبة ثالثة. في الاتحاد الكويتي أنت مسكر في الكرة القدم، صحيح أن أنا مارستها رسميا ووصلت منتخب شباب و و و و لكن لها يعني في النادي. أنا بالنسبة لي الإبداع يصير أفضل وانطلاقة تصير أفضل من الاتحاد. يعني أنت ضد تعدد المناصب؟ أنا لا، ما أنا ضد تعدد المناصب. أنا إن شاء الله تأخذ 1,000,000 منصب. لكن كيف؟ معلش يا ابن الحلال، صندوق، أكو صندوق يقول أنت قدر المسؤولية ولا لا؟ ما فيش مجاملة يعني؟ إذا بيجاملونك أهلك في البيت وصوتوا لك أنت عشان تترأس البيت. نعم. يعني اتوقع بعد اولادي ما يصوتوا لي ببيتي عشان اصير انا الرئيس، هذه مشكله تصير. اذا بيصوتوا لي الناس في النادي عشان اصير في مجلس اداره اللي ناجح، والاخوان في المجلس اعطوني الرئاسه ولله الحمد شرفوني فيها. اذا صوتوا لي الناس في اللجنه الاولمبيه، اذا صوتوا بعد الدول تجامل. مبروك شيخ،
المفروض انها ما تجامل. فاذا صوتوا الدول لك في اتحاد اسيوي الاتحاد لكره السله ولا وصلوك اتحاد دولي لكره السله مجامله، اذا هي العمليه مجامله يبقى عندنا وعندكم خير. صحيح شيخ. انا سمعت كلمه هذه اسمها ميلي ديلي، هذه ماذا تقصد بها انت؟ ميلي ديلي هذه ردينا على نفس الشيء. شوف احنا جينا من اوروبا ما نعرف هذا، عارفين نعرف. اوكي انت شوف، وهذه دعوه مفتوحه، زيارتنا الكويت وراح اعلمك التراث الكويتي والامثال الكويتيه وراح تعرف القصد منها بالضبط، لان انت بتبي المشاهد الان مثلا، ما احنا قاعد اقول لك نعم. للمشاهدين المغرب العربي دعوه نعم. دعوه المغرب العربي، اهلي بالمغرب، اهلي اولاد عمتي من المغرب، فيعني بيني وبينهم في صله نعم. فاقول للكل ان هذه يا اخوان تعذروني للمشاهدين، ان هذه قضيه محليه ونحن لا نريد تدويل هذه القضيه نعم. لانها شخصيه داخل الكويت ومشاكل الكويت، فارجو المعذره لان لا ندولها. دلي وملي وغيرها من المصطلحات يفهمونها الكويتيين. يعني خلافات بين داخليه وخارجيه؟ لا ان شاء الله ما عندنا احنا خلافات ان شاء الله. ان شاء الله الامور كلها اختلافات في وجهات النظر، ما هي خلافات باذن الله. نعم ان شاء الله، هذا ما نتمناه، نتمنى دائما ان تكون هناك طبعا معارضه في الكويت مثل ما هي موجوده حتى في البرلمان، وان يكون هذا ايضا في الرياضه. الشيخ تريد ان تتحدث اكثر على الرياضه، على المشاركه في هذه البطوله، في بطوله اسيا. اذا الكويت هل تاثرت بالمجهود الكبير المبذول في كاس الخليج الاخير ال20 في 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 اليمن؟ هل الفريق غير جاهز؟ والله شوف يعني انا اقول لك الفريق كان جاهز، ويمكن مبارتين اللي لعبهم ما افتكر في واحد ممكن ينتقد فنيا نعم. خلنا نكون واضحين يعني، هنا لم يكن هناك انتقاد فني لاداء نعم، بالعكس كان هناك فرص، كان هناك اضاعه للفرص بشكل كبير. الاهداف عموما يعني انا هذه دائما كلمتي، ما يجي هدف الا من خطا، فهناك اخطاء بعضها تداركها في المباراه الثانيه، نتمنى ان المباراة الثالثة تكون افضل. المباراة الاولى هي قتلت نعم يعني شيء داخل اللاعبين، ويمكن جت الثانية طلعوا في الشوط الثاني بشكل افضل، لكن برضو ما مشت كما يعني كما نريد، ونقول الحمد لله على كل حال. وهذه ترى عموما سنة 88 اتوقع نفس الامر حصلنا مع كوريا نعم، وكنا يجب ان نغلب كوريا 2-0 ونتأهل نعم، وفزنا 2-0 في 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 يومها. فيعني نقول الحمد لله في على كل حال، هذه نتيجه المباراه في علم الغيب بيد الله سبحانه وتعالى. هل المشكل مثلا الان هو في الدوري الكويتي، اجور لاعبين، لاعبون ليسوا لا شبه محترفين ولا محترفين، يتدربون صباحا يعملون مساء، يعني هذا ماذا تنتظرون من هذا؟ ماذا تنتظرون من هذا؟ من الطبيعي هناك مقومات للتطوير نعم. من الطبيعي، وهذه أول مقومات تطور والتفرغ لكرة القدم، لأن الآن أصبحت علم بحد ذاتها. لماذا تطبق في الكويت مثلا؟ لأن هناك قوانين يجب أن تعدل، وأنا متوقع إن شاء الله خلال الأشهر القادمة هناك قانون الرياضي. أخذت وقت كبير يعني، هذا الأمر مو بيدي إحنا، هذا أمر تشريعي لا نملك الحق في دخول إليه نعم. إذا أيضا المدربين الكويت تعودنا أنها تأتي بالمدربين الكبار، وأيضا جيل ذهبي في الثمانينات، ذاك الذي ذهب إلى كأس العالم، أول دولة خارجية تشارك في كأس العالم، أين هذا الجيل مما نشاهده الآن؟ الحسبة اختلفت طبعا. أنت لا تنسى أن أنت في مكانك لم تتطور نعم، تراجعت. لا خلينا نقول ما تراجعنا، نقول لم نتطور سواء من جميع المقومات، الاحتراف، المنشآت، الأمور كثيرة لم تتطور، بقيت في مكانك وغيرك تطور، فبالتالي اللي كنت تغلبه 6-5-4 وانت كنت تروح المباراة كنزهة الآن هو قام يأتي يغلبك بعد ما قدم الأفضل منك، فهذا الحسبة معروفة. كما هناك أمر آخر، لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك، والوصول إلى القمة سهل والمحافظة عليها صعب. نعم كلام جميل، لكن العرب خاضوا هذه التجربة الاحترافية لكن فشلوا، لماذا؟ لأن العرب يريدون الاستيلاء على الصندوق، مثل ما قلت صندوق الانتخابات في صندوق أموال. إذا أنت أصبحت محترفا معنى ذلك هناك محاسبة، هناك شركة تدير النادي، يعني طريقة سهلة أنه نصبح محترفين، نغير العقلية وأيضا نقنن الأشياء. ما هي ثقافة رياضية عموما نعم. ليس بس باللاعب نعم،
بالإدارة، نعم، بالجماهير، نعم، كيفية التعامل. يعني أنا بعطيك شغلة، إذا إحنا مثلاً لو أنا كنت رئيس نادي وبجي بخلي اللاعبين اللي عندي كلهم أو الفريق الأول محترف، بحتاج 10 مليون دينار بالسنة، نعم، مثلاً، نعم، عشان أخليهم محترفين. طيب أنا المدخول من وين بيجيني عشان أقطع 10 مليون؟ نعم. ولا ما في واحد عاقل بيقط 10 مليون وماكو مردود له، ما في مستثمر ممكن تقنعه يصرف بدون مردود. المردود يجي من الجماهير، كما حصل مثلا، اعطيك المثل، مارادونا مثلا، نعم، في الثمانين لما راح، نعم، نابولي لعب ب9 مليون، كان اقلى لاعب في العالم بالفعل. في اول 3 مباريات نابولي ردت 9 مليون، كان، نعم، كل مباراه دخلها 3 مليون. الان ريال مدريد، برشلونه، مانشستر، لما نشتري اللاعب مهما كان قيمته، مثل رونالدو، نعم، شروه بكم؟ 95 ولا يقرب المليون. اقل من سنه طلعوا مبالغه من، نعم، من الجيفز اللي باعوها، من، نعم، الهدايا اللي تحمل اسمه، نعم، فطلعوا مدخولهم. نفس العمليه احنا، لكن هذا كله يعتمد على ثقافه، نعم، الجمهور. يعني انت مولع شيخ بالقادسيه، لماذا لم تطبق كل هذه الافكار في القادسيه؟ طبقنا هذه الافكار في القادسيه، وهناك عقود احتراف بينها وبين لاعبين نادي القادسيه، نعم، لما كنا في القادسيه هناك محل خاص لبيع الهدايا التذكاريه بنادي القادسيه والتيشيرتات، واكثر مبيعات في الكويت كانت في نادي القادسيه. والان كان هناك امور كثيره حصلت، يعني قاعد تحصل في نادي القادسيه، وتطور كبير في موضوع التسويق بالذات والاعلام. هناك كانت في فكره قناه، لكن تم حل مجلس اداره نادي القادسيه، نعم، فوقفت كل هذه المشاريع. الان ان شاء الله اللي موجودين فيهم مباركه يرجعون لها. انتم تشاركون في الاتحاد الاسيوي وليس في دوري ابطال اسيا، هل يشارك في كاس اسيا؟ في كاس اسيا، لان حسب شروط الاتحاد الاسيوي يقولون ان احنا يجب ان نطبق بعض الشروط ليس متوفره في الكويت، منها عقود احتراف لاعبين، منها ان يشرف مؤسسات على النادي، مؤسسات يكون النادي تجارية. مؤسسه تجاريه، نعم، وهذه من الصعوبه احققها في الكويت في الوقت الحالي على الاقل. لان احنا يعني يا جماعه هناك سياسه عامه للدوله، المعادله يعني كيف يعني انتم ديمقراطيه، برلمان، تحاسبون حتى سياسيا، يعني هذه اشياء في صالح الكويت. لكن هناك دستور كويتي، هناك قوانين كويتيه، نعم، الدستور الكويتي يوجب على الدوله الاهتمام في الرياضه والشباب والاهتمام فيهم، والقوانين الكويتيه توجب عليها حتى على حساب الرياضه الكويتيه على الشباب، و ما هو ممارسة الرياضة شيء اهتمام كامل راح يكون منها. الأمر الآخر، ما في، ما افتكر أكون يعني أكو تاجر ممكن يجي يعمل العملية هذه كلها ويقلب المعادلة ويقدر يطلع بمكسب، أكيد بيطلع خسارة. جئتم أبطال الخليج، لكن تعانون في آسيا، مواجهة القادمة أمام شقيق القطري، تتوعدون؟ لا زلنا ابطال الخليج لغايه 2013، نعم، لكن اتحدث على اسيا، سنبقى لغايه 2013، نعم، واسال الله ان نستمر في ذلك، نعم. ونحن الان في كاس اسيا لا نملك نقطه واحده، نعم، وانا اقول للاعبين، وهذه رساله لي لهم، لقد تشرفت برئاسه الوفد الاتي هنا، وتشرف بان استمر معكم في رئاسه هذا الوفد، واسال الله التوفيق لكم في يوم الاحد القادم باذن الله. نحن امامنا مهمه من الدور الاول من 3 مباريات، نعم، أدينا 2 بما يملي علينا ضميرنا وأدائنا، واللاعبين أدوا ما عليهم داخل الملعب، ونسأل الله توفيق، والله سبحانه وتعالى لم يأتي لنا بالنتيجة ولم يكتب لنا نتيجة المباراة. الآن باقي لنا المهمة الأخيرة في الدور الأول، أسأل الله التوفيق. هي المشكلة مو بس مباراة نحن وقطر، هي مشكلة تريد مساعدة صديق، بأن الصين تهزم من أوزباكستان، نعم، حتى يكون لك نصيب في، نعم، إذا الله سبحانه، نعم، وتعالى يعني كتب لنا الفوز في مباراة قطر. الحسبة كلها ما أتت كما ما حسبناها أو كما توقعنا، كنا متوقعين أن المباراة الأخيرة يا تكون سهلة لنا يا لقطر. ما في ثأر مثلا مهما يكون، لا نتأهل، نفوز على قطر، همنا الوحيد نفوز على قطر. هل هذه فكرة أيضا تراود الكويتيين الآن؟ لا، هل أنت تتوقع مني أو من اللاعبين أن نتقاعس عن أداء مهمتنا الوطنية؟